السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. المهم الدوش اللي كنقول لكم صباح الخير للناس اللي غيشوفوا الفيديو في العشية مساء النور، اللي غيشوفوه في الليل صباحوا على خير. والمهم الفيديو ديال اليوم راه كيف ما كتشوفوا حنا شادين الطريق في ماشيين. المهم شدينا واحد ميني عطلة صراحة، راه دابا وقيلا شي جوج سيمانات هادي دازت ملي كندير المونتاج لهاد الفيديو الوقت ما كاينش. المهم ولكن قلت ضروري غنبارطاجيو معكم هاد الخريجة وهذا الفيديو الاول، وان شاء الله يكونوا ثلاثة ديال الفيديو، هذا الاول وباقي الثاني والثالث. المهم فين حنا ماشيين لدبي، وخليكم معنا وكنتمنى يعجبكم الفيديو. ودائما تحت شعار سافر انت لست شجرة. المهم خليكم معنا. المهم حنايا حنا وصلنا للشارقة، ويلا غادي نشدو الباص لدبي. هذا الباص هو هذا اللي انا غادي نوري لكم، لحقاش ما كاينش باص من العين لدبي مباشره، وانما الشارقة ودبي انا جاوني مدينه وحده، يعني ما كاينش فرق، غير فارقينهم بالسميات وصافي. المهم هي كنوريكم هذه البطاقه خديناها، كتاخذوها ملي توصلوا للشارقه، فهي كتستخدموها في لاباس، في المترو، في اي حاجه، غتعاون لكم بزاف، وكدير شي 5 دراهم واقيله، وكتبقاو تعمروها. هادشي اللي كاين. المهم دابا حنا غادي نشدو الطريق، وهنايا صافي وصلنا دبي. صراحه الطريق يعني بحال كنا في نفس المدينه وصافي. المهم حنا يلاه دابا في المحطه عاد كنشوفوا بغينا نمشيو ناكلوا فينا الجوع، وها حنا هنايا كنديروا لكم التحيه السلام ضروري نبان واحد شويه. المهم كنا كنصوروا هادي، قلنا ضروري نبارطاجيو معاكم واخا كنا مرونين. المهم هنا لقينا واحد المطعم تما نيت في شنو سميت في المحطه قريب، يعني خرجنا من المحطه لقينا هذا المطعم وحنا ندخلوا ليه، لقينا فيه بزاف ديال الناس، قلنا صافي غادي تكون فيه الماكله بنينه بصراحه ماكلتهم بنينه. هنا يونس طلب واحد الساندويتش ديال الكريسبي وصافي ديال الدجاج، وحيت هو ما كي انا ما يمكن حماق الشاورما، انا طلبت الشاورما ديال الدجاج، وهو كتعجبو ديال اللحم، وما كانش عندهم ديال اللحم، وداكشي علاش طلب داك الساندويتش. وهادشي اللي كاين، وصراحه كانت عندهم الشاورما واعره بنينه. وكنت طلبت واحد السلطه، هنا كنوريكم حتى ساليت الماكله وصافي وجبت، عاد جابوا لي ديك السلطه، كنت نقول لهم دابا بلاش واني ما جات صافي. المهم حنا وصلنا للوطيل، وخليكم معايا انا غادي نوريكم البيت كي داير من الداخل. صراحه هو اوتيل اللي عادي، ماشي شي اوتيل اللي واو، حتى الثمن ديالو مناسب ورخيص، ولكن يعني هو زويون، ماشي شي خايب، بالعكس زويون، ولكن ماشي شي اوتيل اللي واو، وكان ثمنه رخيص كيف ما قلت لكم، خصوصا في الوقيته نتاع العطله، يعني انا عطله وكان ثمنه مناسب، اما بلا عطله كيكون رخص من داك الثمن. انا كنوريكم اللي كاين سوشوار وداك الايبات اللي كاينين تمايا، هذا هو الحمام كيف ما كتشوفوا. وصافي بالنسبه للثمن صراحه ما بقيتش عاقله على الثمن مزيان، دابا نحاول نخليه لكم هنا. واش 200 درهم اماراتيه ولا ما وصلاش 200 درهم اماراتيه ولا 200 درهم شي حاجه، والله ما بقيت عاقله ما نكذبش عليكم. المهم جوج ليلات يمكن كانت 500 درهم وشي حاجه. المهم هذا هو البيت، صراحه صالح لثلاثه ديال الناس اللي عندهم شي بابا ولا عندهم وليد ولا بنيته. وهنا كاين البالكون اللي عنده واحد الاطلاله زوينه كيطلع على خور دبي، واللي كيبان واحد شويه شنو سميتو برج خليفه وصافي. المهم غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وتسناونا في فيديو قادم ان شاء الله.